قبل الشروح ولكن خليك تضبط في السفر كل عام وانت بخير وانت على السلامة خبرنا عن مشاعرك في هذا المناسبة سعيد جدا ونقدم ونقدم كل تقدير وكل شكر وشكر للمجهود العظيم وايضا حي قايمين في هذا المباراه وحي حضور الامارات وشعب الامارات هذا ليس بغريب على الدول الامارات العربيه وليس بغريب على الرياضيين في العالم الرياضيين دائما يسبقون لمثل هذه الاخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن سعداء في هذا الظروف الإنساني من دولة الإمارات العربية المتحدة من هذا الزمن شاهدوا خلالها الكثير من المشاهد الحين نحن في حاجة إلى ما نفتح بين الأخبار ويعود هؤلاء الأخبار إلى نهاية كل المجتمع بشكل أفضل ويستقبلهم بإذن الله تعالى ويستقبل الزاهد ويحيي كل الظروف ويحيي شعب الإمارات ويحيي كل شعوب العربية وشعوب العالم وحي الرياضيين المحترمين الذين شاركوا في هذه المباراة. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشكرك يا استاذ خد شاطر بكيدو